اعترف جهاد جريشة باللي حصل منه في مباراة الأهلي وبيراميدز ولا لا؟ هو حرص على تسجيل فيديو بتليفون محمول، نشوف. شايف المباراة بكرة تنصحوا في ايه؟ انصحوا الجمهور الاهلاوي ازاي ما يكونش زعلان مني، عشان انا عندنا بكرة بعد ماتش الاهلي وبيراميدز الناس اللي الجمهور قاعد زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش، لان في الاخر التيم النهارده ليك وبتاع ليك وفريق راجل جدا ما بتشتركش، فكانت هي اكيد غلطة مش مقصودة، لا حاجة بتخلص اديها لي انها مش بتاع حاجة، فما تزعلوش مني زي ما الجمهور زي ما كان كده زعل مني في اللعبة، فالتحكيم اه خاصة للزمالك، فالتحكيم النهارده بكرة النهارده ضد بكرة معاك، يعني بيعتذر زعلوش مني، واظن انه عملها قبل كده في ماتش الزمالك والمقاصه، وهذه المشكله. خلي بالك ان هو الايقاف بسبب حاجه تانية خالص. عموما هنشوف ليه مجرد ما اعلن الاعتذار الدنيا قامت. كابتن رضا عبد العال زعل، نشوف ليه. يا سياده اللواء احنا دلوقتي مصر بتنضف، مصر بتنضف، لازم نقف جنب اللجنه دي ونشيل العوار كله اللي في اتحاد الكوره اللي كان بيتاجل الماتشات وبيتلعب الماتشات بالتليفون، ولا في احترام جدول ولا في احترام انديه ولا في انديه هتهبط، ولا ده من المساوئ الحكم اللي هو اصلا دولي اللي احنا بنتوسم فيه خير طالع يعتذر لجمهور النادي الاهلي، ده عيب، ده فضيحه، ده عار على الكره في مصر. طالما مش قادر ما تكسب الاهلي وخلص، طالع تتاسف وتقول لا مش انا، ده الحكم الخامس اللي هو ما قال لي مش عارف ايه، وانت عميد في عينك، عميد في نظرك، طالما ان انت مش شايف بتحكم ليه؟ لا انت ما تخافش لا من اهلي ولا من زمالك، ولا انت فوق الناس دي كلها، انت بتحكم عالميا، كاس عالم وامم افريقيه وما اعرفش بطولات افريقيه، راح تعتذر لي؟ طب ما اعتذرتش ليه ماتش الزمالك والمقاصه؟ اما احمد سامي طاير مطلع كوره في ايده، ده فضيحه يا استاذ فتحي. صحيح صحيح. ده بقول لك ايه؟ انت بتقول لي انا ضد الفيفا يحط ايده، ما هو الفيفا دي اكبر حاجه في البلد في العالم كله في الكوره. لما تقول لك كده ما شايفه وباء، عايزين ننضف من الوباء ده، عايزين ننضف بقى زي مصر بتنضف. انا معاك، رئيس زي الفل ودلوقتي بيمسك الوزراء في مكاتبهم، ودلوقتي الناس بتوع الاعلام اللي هم كانوا عمالين يوقفونا كل شويه بمزاجهم، شفت حد من النادي الاهلي اتوقف؟ بالله عليك. طب يا كابتن رضا انا بقول دلوقتي ليه؟ كابتن رضا وبسبب ايه؟ استنى يا سياده اللواء، وبسبب ايه؟ كل ده عشان بحب مصر وبقول ان مصر مش هتوصل، عشان في عوار، عشان في اختيارات زي الزفت، عشان جايبين مدرب ما عندوش فكرة، عشان بيستفيدوا من وراه بيعملوا مصالح. يعني مصر بتنضف وبإذن الله تنضف. شوفوا كل ده علشان اتقال انه كابتن جهاد جريشة اعتذر واعترف بأخطائه. بالمناسبة الحكم الأجنبي اللي أدار مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، وهو راجل أجنبي خواجة مش جهاد جريشة، اعترف بعد المباراة قال أنا لما اتفرجت لقيت الفريق الأحمر كان ليه ضربة جزاء أنا محسبتهاش، وقتها كان ده عنده حق لأنه خواجة. بس كمان كابتن خالد الغندور اتضايق أن جهاد جريش اعتذر، نشوف. تم إيقاف جهاد جريشة، قيل أصله حكم في ماتش المركز شباب وده ممنوع من غير ما يستأذن، قيل أنه اعتذر للنادي الأهلي في الإعلام وده ضد لوائح الاتحاد الدولي، الحقيقه فين؟ الحقيقه باللائحه الحكام في الاتحاد الدولي بتقول لا يجوز للحكم مناقشه قراراته في الاعلام. ودي عقوبتها الايقاف قد تصل الى من 6 شهور لسنه. اعتقد دي تاني مره او تالت مره اعتذر. تالت مره الكابتن جهاد جريشة يعتذر. بصرف النظر هو اعتذر عن مين؟ من وجهه نظري ان حسب الرصد اللي عملته النهارده لقيت الكابتن جهاد جريشة اعتذر للنادي الاهلي 3 مرات. وجمهور النادي الاهلي 3 مرات. طيب ما اعتذرش للاتحاد السكندري ليه؟ ما اعتذرش الاسماعيلي ليه؟ ما اعتذرش على احمد سامي في ماتش المقاصه والزمالك ليه؟ صحيح. ما اعتذرش على حاجات كتير. تصدق فعلا يا زميل والصديق العزيز عبد الشافي صادق، فعلا جهاد جريشة غلطان. ازاي بيعترف بخطأه لصالح الاهلي وما يعترفش بخطأه لصالح الزمالك؟ ده غلطان بجد. طب ما تسمع جهاد جريشة نفسه بعد
مباراه الزمالك والمقصه اللي انتوا قلتوا ليه الراجل ما اعترفش باخطائه فيها؟ ما فكركوا وقتها كان جهاد جريشه حلو ولا وحش؟ مدام بتتفرج على كل ماتشاتك؟ اكيد اكيد يعني كل ماتشات اتفرج عليها. طب لا اتفرجت على ماتش الزمالك والمقصه؟ مفيش ماتش ما سبتوش طبعا اكيد اتفرجت. طب وبعد الماتش قالت لك ايه؟ بعد الماتش كلهم كانوا بيقولوا لي ازاي ما شفتش، والسؤال كان دايما لو قلت لهم فانا ما شفتش، لو شفت كنت حسبت اللي لمست اليد. اه بالظبط، ولو حد من مساعديني احمد سامي ولو حد من مساعديني كان شافها كنت حسبت، ما كانش في مشكله. هي خطا انا اعتبره خطا من خطا ما شفتش، عدم تمركز مظبوط، او هاني سعيد هاني سعيد من الاصدقاء العزيز عليا يعني عدى قدامي قفل الرؤيه كابتن المقصه. بالظبط، من الناس اللي حكمت له في كذا فرقه اخرها المقصه يعني. فمن الناس المحترمه جدا، وهو بس كل اللي عمله ان عمل ستاره قدامي بس. فما شفتش. من حظ السيء ان الاثنين مساعدين بتوعي ما شافوش، والحكم الرابع ما شافش. لو في حكم فيديو في الوقت ده كنا الموضوع كنت كان الموضوع انتهى في ثانيه. بس انت في حوار من الحوارات انت قلت انه لو هاني سعيد قال يعني قال طبعًا. ان ده ضربه جزاء طبعًا. كان ممكن ترجع في كلامك؟ طبعا في قرارك ما دام اللعب كان واقف. انا كنت اشكره، وكنت طبعا يعني احمد سامي بعدها الحاجه اللي ما حدش يعرفها، احمد سامي بعدها حكمت له ماتش قال لي والله يا كابتن انا بعدت الوم نفسي 10 دقائق ان انا اقول لك ان انا مستاهل، لان كنت متاكد ما شفتهاش. يعني هو نفسه اللي عمل لمسه اليد قال لي انا كنت يعني انا قعدت الوم نفسي 10 دقائق ليه ما اقولكش. يعني هي يعني سبحان الله، يعني كل مصر شافتها ما عدا واحد بس اللي هو الكابتن جهاد جريش والمساعدين بتوعي والحكم الرابع. والحكم الرابع لا على فكره اول لقطه ما حدش شافها يعني اول لقطه اللايف اللي موجوده في حد شافها. يعني الراجل بيعترف بخطئه وبكل الوضوح بيقول لو كنت شفتها كره احمد سامي لصالح الزمالك في ماتش المقصه كنت لازم انا احسبها. ما كانش وقتها الراجل ما اعترفش وما كانش دعار وما كانش بيعترف باخطائه لصالح الاهلي بس وما تكسب الاهلي يا عم. هل جهاد جريشه بيحكم اهلي وزمالك ولا لا؟ نسمعه كمان في اون سبورت وهو بيتكلم. لو عندنا الثقافه دي كنت اعتذرت للزمالك في ماتش المقصه؟ اكيد مفيش عندي فرق، انا ما عنديش فرق من اي فرقه واي لون، انا ولا عمر فرقت معايا. انا فكره مشكلتي مع الاهلي والزمالك ان دايما الاهلي والزمالك زيهم زي اي فرقه في مصر. دي طول الوقت مشكلتي مع الاهلي والزمالك ان بعملهم زي اي فرقه في مصر، وده ما حدش يشيلهم من على ده. بس انا جوايا كده. دي كانت اصعب لقطه ليك في التحكيم؟ يعني اصعب لحظه ليك بعد ما طلعت شفت اللعبه؟ والله يا كابتن سيف انا اللي يهمني في القصه كلها ان ضميري مرتاح، لان لو شفت كنت حسبت. انا بتكلم ان انت ما شفتش. طبعا واتعلمت منها وزعلت. وزعلت طبعا، ما فيش حد بيخطا بيبقى مبسوط يعني. زعل الراجل لما شاف الكره بتاعت الزمالك وما حسبهاش، كانت واضحه جدا. بس كمان ما هي كل الاخطاء اللي فاتت كانت واضحه، واخطائه في مباراه الاهلي وبيراميدز لصالح الاهلي اعترف بيها كل خبراء التحكيم وكل مقدمي البرامج، وعرضنا لكم على مدى حلقتين كلام الكابتن كريم حسن شحاته بمنتهى الوضوح ان الاهلي له ضربتين جزاء اوضح من بعض. دي كانت اخطاء جهاد جريشه اللي اعترف بيها، زي ما سبق انه اعترف بخطا في مباراه الزمالك والمقص. بس هناك ما حدش يتكلم، وهنا كان عار وفضيحه وازمه ومهزله. اصل الايقاف يا استاذ ابراهيم، الناس لازم تفهم ان هو راح لعب مباريات. هقول لك انا الايقاف تفصيلا بقى. بوابه اخبار اليوم الالكترونيه انفردت بخبر كواليس ايقاف جهاد جريشه، وعلمت بوابه اخبار اليوم ان قرار ايقاف جهاد جريشه جاء على خلفيه مشاركته في اداره مباراه بمركز شباب قريه 100 فضاله التابعة لمدينة أجب الأهلية، وخالف جهاد جريشة اللوائح الداخلية لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب عدم حصوله على إذن مسبق بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات. ده اللي قالته أخبار اليوم، وده اللي قاله هاني حتحوت. نشوفه. أما بقى لجنة الحكام، وده خبر قد يكون غريبا بالنسبة لك أو مفاجئا، النهاردة قررت إيقاف الكابتن جهاد جريشة. لن يعلن هذا القرار رسميا، ما تستناهوش يعني معلن من خلال اتحاد الكوره، لكن بقول لحضرتك انه تم ايقاف الكابتن جهاد جريشه. بالمناسبه برضو ده ممكن يكون لمده 4 ماتشات، هو ما حددوش الفتره الزمنيه او عدد المباريات، لكن ممكن يتم اعتمادها في بطوله الكاس، بما انك لن تراه في مباريات كاس مصر، سواء ماتشين دور الثمانيه اللي باقيين او دور الاربعه اللي هيتلعبوا او الفاينل، باعتبار ان ده في اخطاء تحكيميه ادت الى بشكل او باخر ساهمت في
نتيجة المباراة. ده لن يعلن رسميا عشان ما تستناهوش. هنا بحيي الزميل هاني حتحوت الحقيقة على مهنيته، لأنه على قدر من المهنية قال أنه سبب الإيقاف هو ده، هذه المخالفة للوائح الاتحاد ولوائح الحكام، لكن قال أن ده قرار لن يعلن لأنه قرار سري وبيبقى بين داخل لجنة الحكام، وده السبب في الإيقاف. لكن أنك أنت تقول عار وفضيحة ومهزلة أنه اعترف بخطأه انه جامل انه اخطا في حق الاهلي هو ده اللي اوقفه، لا، العار والفضيحه اللي سبق انه اعترف به الكابتن رضا عبد العال. قعدت في الزمالك كام سنه؟ 6. وفي الاهلي؟ 5. مين الحكام بيخاف منه؟ الاهلي طبعا. بجد؟ والزمالك والله. والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى اقف والله اقف تقف، يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك، فاهم؟ نهار اسود. يعني هو مين كان الحكام بتخاف من مين اكتر؟ كابتن رضا قال له الاهلي وبعدين قال له الزمالك. يعني هو عايز بس ايه، معرفش ايه فكره ان لازم الموضوع يلف ويطلع ان الاهلي هو اللي بيتجامل ويطلع باي طريقه. فكان المثل اللي اتضرب في الزمالك. المساله يعني مش عارف احنا انا ما بحبش الحقيقه ان انا يعني باستمرار اقعد اشتغل كرد فعل لحاجات زي كده، لكن الحقيقه كمان ما انت لو تجاهلت هذه الامور بعد شويه بتبقى حقيقه. لو ما ردتش على الكلام ده اول باول استاذ ابراهيم بعد شويه خلاص بيرسخ في ذهن الناس ان ده حقيقه.